فلسطينيين مباشرة إلى ثاني ملفات الليلة. مشاهدينا، أعلنت لجنة زكاة نابلس المركزية عن إطلاق حملة إعلامية واسعة لتوفير كفالات للأيتام غير المكفولين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة زكاة نابلس في مقر غرفة تجارة وصناعة نابلس للإعلان عن فعاليات يوم اليتيم الفلسطيني، حيث تسعى اللجنة لتوفير كفالات لأكثر من 300 يتيما غير مكفولين، في حين تشمل الفعاليات توزيع استمارات كفالة يتيم على أصحاب المحلات التجارية والمنازل، كما تتضمن زيارة للأيتام في منازلهم والتعرف على احتياجاتهم. وسيتم إقامة حفل مركزي للأيتام بهذه المناسبة يوم الخميس المقبل في مدرسة جيل المستقبل. المزيد مع ضيفي من نابلس، نائب رئيس لجنة زكاة نابلس والناطق الإعلامي باسم اللجنة الشيخ أحمد شرف. أهلا بك سيد أحمد، وبداية سماحة الشيخ، ما أبرز سمات وأهداف الحملة الإعلامية التي أطلقتها لجنة زكاة نابلس لتوفير كفالات للأيتام غير المكفولين؟ يسعد مساك ومساء جميع المشاهدين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، يا أرحم الراحمين يا الله. يقول الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. بداية أخي تامر، نشكر كل أهل الخير والعطاء داخل وطننا الحبيب فلسطين، وخارج وطننا أيضا من أهل الخير والعطاء، كل الشكر لكل الداعمين والمتطوعين والمشاركين في إنجاح حملتنا بعنوان شارك معنا في مسح دمعة يتيمي. أخي تامر، إحنا بحمد الله في لجنة زكاة نابلس المركزية نكفل أكثر من 3000 يتيم، وتسعى اليوم اللجنة، لجنة زكاة نابلس المركزية، لإيجاد كفالة ل 357 يتيما. بحمد الله رب العالمين أخي تامر، في السنة الفائتة 2013 كان مجموع صرفيات الكفالات للأيتام بمبلغ 678,550 دينار أردني، ومع بداية السنة الحالية بحمد الله رب العالمين سنة 2014 تم صرف صرفيتين للأيتام بمبلغ 274,069 دينار أردني. هذه المبالغ تنم عن حجم الكبير لأهل الخير والعطاء، سواء داخل وطننا الحبيب فلسطين أو الخارج، يعني هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية، لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني في الأردن، في سويسرا، في بلجيكا، هناك كثير من الداعمين لأحبة وأخوتنا داخل وطننا الحبيب فلسطين. أيضا أخي تامر، بحمد الله رب العالمين انطلقنا لحملتنا، حملة شارك معنا في مسح دمعة يتيم، انطلقنا بمؤتمر صحفي تم انعقاده كما ذكرت في بداية اللقاء في غرفة تجارة وصناعة نابلس. بحمد الله رب العالمين كنا موفقين في طرح قضيتنا وفي طرح حملتنا بحمد الله رب العالمين، حتى قامت الغرفة التجارية بمبادرة طيبة ومبادرة خيرة، أن قامت اللجنة بكفالة أكثر من 25 يتيم، وهذه المبادرة كانت هي مبادرة وانطلاقة بذرة الخير من غرفة تجارة وصناعة نابلس. بحمد الله رب العالمين كما ذكرت أخي تامر، من ضمن فعاليات حملتنا، حملة شارك معنا في مسح دمعة يتيم، أن تم توزيع طلب مشاركة أو طلب استمارة لكفالة يتيم. هذا الطلب تم توزيعه يوم الجمعة الفائت على المحلات، على المنازل، وضعنا شعارنا اللي هو بعنوان شارك معنا في مسح دمعة يتيم، وفي خلف الاستمارة وضعنا بيانات، معلومات شخصية عن الكافل، اسم الكافل، عنوانه، رقم هاتفه، بالإضافة إلى الأرقام التواصل مع لجنة زكاة نابلس لمن يرغب في كفالة يتيم. ووضعنا أيضا أخي تامر يعني نوع من أنواع التشجيع، أن الكفالة تبدأ بـ30 دينار أردني، وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري، أن أحب الأعمال إلى الله
أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إحنا كان فكرتنا إنه كفارة اليتيم تبدأ بثلاثين دينار أردني على الأقل، على الأقل، وتكون باستمرار كل شهر، يعني يأتي الكافل للجنة زكاة نابلس ويكفل هذا اليتيم. وبحمد الله ربما إحنا منتم تزويد الكافل أخي تامر باسم اليتيم وعنوانه ليتواصل معه. يعني كثير من الناس قال إحنا على استعداد إنه نكفل يتيم بثلاثين دينار أردني، لكن مع ذلك حابين نتواصل معه، أعطوني العنوان، أعطوني الاسم، أعطوني البيانات الشخصية عن اليتيم حتى نتواصل معه. أنا حابب أجيب له اتياب في العيد كما بجيب لأبناء، حابب أزوده ببعض احتياجاته اليومية كما هم أبنائي. كانت بادرة طيبة. إحنا بحمد الله ربما من عندنا حاليا 357 يتيم غير مكفولين، 3000 يتيم مكفولين إلى الآن من بداية انطلاقة الحملة مساء يوم الخميس إلى مساء يوم الاثنين اللي هو اليوم. عندنا ما يقارب الحمد لله 90 إلى 95 كافل تجاوب معنا، وإحنا إن شاء الله 400 يعني أمنا بالناس خير وأمنا بالناس كبير إنه مع نهاية الحملة بإذن الله عز وجل نقدر نغطي يعني 307. يعني ما تتحدث به يشجع الجميع سماحة الشيخ. أنا سأدعك تكمل، لكن فعلا أنتم أطلقتم حملة عالمية، ومن أجل ذلك نحن في معكم بكافة أذرع، معا الوكالة والفضائية والشبكة الإذاعية. السؤال هنا من أجل التكرار وكل شخص يريد أن يكفل يتيم ويشاهد معا، كيف يمكن التواصل معكم؟ وأرجو أن تعيد المبلغ المقدر خلال العام لكفالة اليتيم. أخي تامر أنا يعني صدقا بشكركم، يعني وكالة معا بادرت من ذاتها، اتصلت فيي قالت أنا إحنا شاهدنا وسمعنا عن هذه الحملة، حابين نشارك بهذا الخير فأنا يعني أشكركم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقول الكلمة الطيبة صدقة، فأنتم من تنقلون الكلمة الطيبة فلكم الأجر عند الله عز وجل. كما قلت فكرتنا بسيطة، عندنا 357 يتيم غير مكفولين، عندنا 3000 يتيم مكفولين، إحنا بحاجة إنه نغطي كفالة 357 يتيم بثلاثين دينار أردني، يعني 150 شيكل مقدور أي واحد يقدمهم. لكن من يقول يعني أنا حابب أقدم؟ بحمد الله 400 كما قلت عندنا 90 كافل مع بداية الحملة إلى الآن. أرقام التواصل أخي تامر بيناها في الاستمارة، أذكرها للمشاهد، رقم جوال أمين صندوق لجنة زكاة نابلس 05 99 720 868، مرة ثانية 05 99 720 868، وقسم الأيتام في لجنة زكاة نابلس المركزية 05 99 21 6639، أكرر 05 99 21 6639، وأنا رقم الشخصي 05 99 89 79 2 9. أخي تامر بحمد الله 400 قبل يومين كنا أيضا في لقاء مع تجار البلد غير الغرفة التجارية، هناك جمعية تسمى ملتقى رجال الأعمال، جلسنا معهم طرحنا فكرتنا، طرحنا حملتنا، أعجبوا بالحملة، تم تقديم أكثر من 20 كافل من قبل ملتقى رجال الأعمال. عندنا أيضا أخي تامر عندنا مدرسة اسمها مدرسة أكاديمية القرآن الكريم، هذه تابعة للجنة زكاة نابلس، عدد الطلاب 600 طالب، هؤلاء يحفظون القرآن الكريم. أستاذ المدير المدرسة صباحا اتصل فيه قال هناك مبادرة من طلاب الصف العاشر إنهم بدهم يحملوا معنا جزء من هذا الهم، فقام هؤلاء الطلاب بتوزيع نشرة إنه كل طالب يدفع 45 شيكل لمرة واحدة فقط على أن يقوم كل ثلاثة طلاب بكفالة يتيم، كل ثلاثة طلاب بكفالة يتيم. كل احترام. والحمد لله 400 كان هذا نفس طلبة المدارس، ماذا عن رجال الأعمال ومن يملكون فعلا نفوذ عالية يعني ولديهم شركات؟ كل الاحترام. سماحة الشيخ اسمح لي بسؤال آخر، لو تحدثنا الآن عن حال وأحوال اليتيم، أنت تتحدث عن 357 يتيم بدون كفيل، كيف تبدو أحوالهم الآن قبل أن يكفلهم أحد؟ كم هم بأمس الحاجة فعلا لمن ينظر إليهم، لمن يرسم البسمة على شفاههم؟ وأنا أقول أن هنا الدال على الخير كفاعله كذلك.
صحيح صحيح. أخي تامر، إحنا بحمد الله رب العالمين عندنا مدرسة يطلق عليها مدرسة جيل المستقبل للأيتام، نحن نرعى الأيتام حتى من ناحية أكاديمية، يعني عندنا هذه المدرسة مدرسة جيل المستقبل للأيتام، تضم حاليا 80 يتيما. إحنا نكفل هؤلاء الأيتام، نوفر لهم احتياجاتهم قرطاسية زي مدرسي، وجبة طعام يوميا، المواصلات موفرة لديهم. لكن إحنا حابين أخي تامر أنه عندنا 357 يتيم، حابين برضو نستطيع أنه نكفلهم سواء داخل المدرسة اللي هي من الصف الأول للصف الرابع ذكور، حابين أيضا أنه نضمهم. فكثير من الطلاب أمرار يشعر بالألم أنه ما مستطيع أنه يدخل هذه المدرسة، ربما عدم وجود كافل له. فأنا بناشد عبر أثيركم المبارك وكالة معا أنه نجد كفالات لهؤلاء الأيتام. والنبي صلى الله عليه وسلم، تصور أخي تامر، النبي يقول لك: ما آمن يا رسول الله من؟ قال: من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به. تصور، ينفي النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن كل إنسان يبات شبعان وجاره يتيم، جاره يبكي، جاره جيعان وهو يعلم به. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هناك حديث، وهذا الحديث أيضا يعني وضعناه أيضا في طلب الاستمارة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ارحم اليتيم وامسح برأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. أنا بقول أهل الخير كثر في داخل وطننا الحبيب فلسطين، أو صحيح، خارج وطننا صحيح الحبيب من خلال أثيركم المبارك. أحث المواطنين داخل مدينة نابلس أو خارج مدينة نابلس أو داخل فلسطين أو خارج فلسطين لإكمال فرحة هؤلاء الأيتام. سمحت الشيخ، اسمح لي بسؤال أخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الأمر. نعم نعم، اسمح لي بسؤال أخير قبل أن أنهي مع حضرتك في هذا الملف الخيري الرائع بحديثك وكلامك عن هذه الحملة. السؤال هنا، يعني كيف ممكن أن تطبق هذه الحملة وهذه الآلية وهذا البرنامج لكفالة الأيتام على باقي المحافظات الفلسطينية؟ يعني هنالك أيتام في كافة المحافظات، لكي لا تبقى في محافظة نابلس، كيف يمكن تعميم التجربة؟ إحنا أخي تامر على تواصل مستمر مع العديد من لجان الزكاة في المحافظات. تم الاجتماع من فترة بسيطة مع لجنة زكاة أريحة، وتم التعاون معهم والتشارك معهم في العديد من الأمور. وإحنا تجربتنا بحمد الله رب العالمين، يعني نظن أنه ننجح، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه مع نهاية حملتنا أنه ننجح ونقدر نغطي هال 357 يتيم. كل لجنة زكاة تحب أن يعني تطلع على آلية عملنا في لجنة زكاة نابلس المركزية من خلال هذه الحملة، حملة شارك معنا في مسح دمعة يتيم، نحن على استعداد أنه نتعاون معهم وأنه نشاركهم. شكرا. وما عندنا أي مشكلة، والدال على الخير كفاعله. شكرا شكرا جزيلا، جزاكم الله كل خير على هذه الحملة التي تقدمونها بالمجان. كفاكم في هذا الجانب، هو أجمل شيء وأجمل أجر وثواب من الله تعالى. شكرا جزيلا لنائب رئيس لجنة زكاة نابلس والناطق الإعلام باسم اللجنة الشيخ أحمد شرف. شكرا.